حذرت مصالح الأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة اليوم السبت حسب ما تضمنته نشرية خاصة صادرة اليوم عن مصالح الديوان الأرصاد الجوية وحسب النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة القصوى ما بين 43 و 45 بكل من ولايات المدية البويرة تزي وزو المسيلة ميلة قسنطينة وقلمة فيما ستكون درجات الدنيا ما بين 28 إلى 34 درجة كما ستشمل هذه النشرة أيضا ولاية بجاية جيجيس كيك دعنابة والطارف حيث ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 38 و 40 درجة ما وما بين 43 و 45 درجة محليا جنوب هذه الولايات فيما ستتراوح درجات الدنيا ما بين 26 و 32 درجة مئوية